عليكم أن تدركوا أيها الآباء أن الزمان الذي ولدتم وخلقتم فيه يختلف تماماً عن الزمان الذي يعيشه أبناؤكم الآن. لا بد أن تدركوا هذه الحقيقة. فهؤلاء الشباب ليسوا شباب فاشل، وإنما هذا الجيل استيقظ في يوم من الأيام يريد أن يتزوج، فوجد أن مهر الزواج أغلى وأكثر من سنين حياته كلها. هذا الجيل الذي استيقظ وتخرج من الجامعة فلم يجد وظيفة، ووجد وظيفته عند ابن مسؤول أو رئيس أو وزير. مئات الآلاف من الشباب الذين تخرجوا من الجامعات، أين إبداعهم؟ إبداعهم سرق، إبداعهم اغتصب حينما يدقون الشباب الأبواب للزواج بعداً عن الحرام وبعداً عن الزنا. أن تتقوا الله حينما تلفظ الرقم الخيالي الذي يلفظ طلباً للمهور كأن بناتنا سلعة تجارية.